حياكم الله. مضى أكثر من عام على اغتيال هشام الهاشمي في السادس من تموز من عام 2020. التحقيقات مستمرة. كان المفروض اليوم أن تعقد المحكمة لمعاقبة وربما البت بقرار الحكم على المجرم الذي قام باغتيال هشام الهاشمي، ولكن قرر القضاء تأجيل المحاكمة إلى العام المقبل 28 من شباط. لماذا هذا التسويف؟ القاتل قام بالاعتراف بأنه ينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون وأنه نفذ العملية، ويذكر أن القاتل ينتمي إلى جهاز الشرطة بصفة ضابط تم تعيينه منذ عام 2007 وهو برتبة ملازم أول. الحكومة العراقية إلى اليوم لم ربما تستطيع أن ترضي العراقيين. العراقيون اليوم يريدون قتلة المتظاهرين، قتلة الناشطين، محاسبة المجرمين الذين قاموا ربما بزعزعة الأمن، ربما قاموا باغتيال هؤلاء الأشخاص وقاموا باغتيال أحلامهم وطموحهم وآمالهم. العراقيون اليوم يخافون الوضع الأمني، يخافون من الأحزاب الموجودة، الفصائل المسلحة. لماذا لا يتم البت بهكذا قرارات طالما أن المجرم قام بالاعتراف بأنه قام باغتيال هشام الجاخ وأنه ينتمي إلى عصابة أو إلى مجموعة خارجة عن القانون؟ ننتظر والعراقيون ينتظرون ماذا سيحدث بهذا المجرم، كيف سينال عقابه. أيضا يعني للتنويه بأنه سوف يعرض إلى أو على لجنة طبية، هل هنالك ربما تدخل من جهة متنفذة ربما يقومون بإخراج أو ربما بالإعفاء عن قاتل هشام الهاشمي؟